بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات ثالثة ثانوي علوم تجريبية تقني رياضي رياضيات، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. ما زلنا معكم مع حل المسألة الشاملة والرائعة اللي كانت على الدوال تحضيرا لشهادة البكالوريا 2022. أتمنى النجاح للجميع. إذا بعدما عرضت عليكم في الفيديو الأول والفيديو الثاني المسألة كاملة، إذا بدينا في حل هذه المسألة. لمن لم يرى بعد هذا الحلول فليعد إلى الجزء الأول والثاني. إذا وضعت فيديو رقم واحد ورقم اثنين. إذا بعدما حلينا السؤال الأول والسؤال الثاني، يوم جينا باش نكمل بقية الأسئلة. يقول السؤال الثالث: برهن أنه إذا كان بيتا أكبر من ألفا فإن جيلي بيتا أكبر من جيلي ألفا، ثم استنتج مقارنة العددين جيلي 2021 وجيلي 2022 بدون حساب قيمتهما. إذا نبدأ على بركة الله. إذا نركزوا معايا. إذا كيف أبرهن أن إذا كان بيتا أكبر من ألفا فإن جيلي لي بيتا أكبر من جيلي ألفا؟ معناتها إذا كان عندي عددين أحدهما أكبر من الآخر فإن الصور تبقى تحافظ على رمز التباين أو جهة التباين. شوفوا معي، إذا عندي بيتا أكبر من ألفا، انطلق من هذا المنطلق لأن الشرط يقول إذا كان بيتا أكبر من ألفا. شوفوا معي، إذا كان بيتا أكبر من ألفا، إذا مش عندي، عندي بما أن، نقول بما أن شفنا في الفيديوهات السابقة أن جي متزايدة تماما، دالة متزايدة تماما، فإن وش عندي؟ إذا كان عندي بيتا أكبر من ألفا فإن أو يستلزم أن مباشرة جي لي بيتا راح يكون دائما أكبر من جي لألفا. التعليل هو أن جي دالة متزايدة تماما على كل R. هذا بالنسبة للسؤال هذا. يقول استنتج أو استنتج مقارنة العددين 2021-2022. شوفوا معايا، نكتب استنتاج. إذا الاستنتاج بالنسبة للعددين، بالنسبة لمقارنة بين العددين، طبعا 2021 و2022. نكتب 2021 و2022. شوفوا معي وش راح نكتب. نقول لدينا نفس، إذا نفس الشيء هنايا، نقول لدينا مش عندي، عندي 2022 راح نمشي بنفس منهجية هذا السؤال. 2022 أكبر من 2021 و جي دالة متزايدة تماما، فإن وش عندي؟ بما أنها متزايدة تماما فإن الصور جي لي 2022 تبقى دائما أكبر من جي لي 2021. هذا هو التعليل. أتمنى فقط أن يكون واضح. طبعا طلب منا في السؤال بدون حساب القيمتين، يعني ما نحسبش صورة 2022 وصورة 2021. نتابع السؤال الذي يليه. السؤال الرابع يقول اعطي إشارة جيلي إكس على R ثم استنتج وضعية سي جي بالنسبة لمحور الفواصل. شوفوا معي كيف أجيب على هذا السؤال. إذا ما معنى هذا السؤال؟ إشارة جيلي إكس يعني على مجموعة R من ناقص ما نهاية زائد ما نهاية. إذا عندي عبارة جيلي إكس هي إكس مكعب ناقص 3X مربع زائد 4X. راح نشوف متى تنعدم جيلي إكس، وعندها تفسير الهندسي تاعها، يعني جيلي إكس تساوي صفر، يعني أن سي جي يقطع محور الفواصل. الآن هذا يكافئ منطقيا، نكتب عبارة جيلي إكس إكس مكعب ناقص 3x مربع زائد 4x. متى ينعدم أو متى يقطع محور الفواصل؟ إذا هنا نلاحظ هنا كثير حدود من درجة ثالثة، ولكن هناك x في كل العوامل، راح نستخرج x كعامل مشترك. إذا x هنا وش يبقى لي؟ x مربع
نقسم كل الحدود على x، هنا ناقص 3 x، هنا زائد 4 تساوي صفر. عندي الجداء المعدوم، هذا يكافئ منطقيا، يا إما x يساوي صفر أو الحد الثاني اللي هو x مربع ناقص 3 x زائد 4 هو اللي يساوي صفر. x يساوي صفر، خلاص يعني القيمة هذه عرفناها تنتمي إلى R. نشوفوا ثلاثي الحدود متى ينعدم. شوفوا معايا، إذا ندير هكذا نشوف متى ينعدم. إذا ندير x مربع ناقص 3 x زائد 4 يساوي صفر، نحل. إذا باستعمال دلتا، دلتا يساوي هنا b يساوي ناقص 3، إذا ناقص 3 الكل مربع زائد 4 في a في c، هنا a تاعي يساوي 1، 4 في 4 إذا يخرج لي 9 زائد هنا ناقص 4 في 4 ناقص 16. إذا 9 ناقص 16 كم يعطي لي؟ يعطي لي ناقص 7، وناقص 7 عدد سالب. إذا دلتا تاعي أقل من الصفر، هذا يعني أن ثلاثي الحدود تاعي لا ينعدم، إذا لا يساوي صفر. إذا x مربع ناقص 3 x زائد 4 لا يساوي صفر، ندير لا يساوي صفر، إشارته من إشارة a تاعي اللي هو 1، وبالتالي يصبح x مربع ناقص 3 x زائد 4 دائما موجب. إذا من أجل كل عدد x، x من R عندي الثلاثي الحدود تاعي دائما موجب. إذا ما هي إشارة جي دي إكس؟ راح تكون إشارة جي دي إكس فقط من إشارة إكس. إذا نديرو جدول، ركزوا معايا. إذا قلت جي دي إكس تكتب على شكل إكس في إكس مربع ناقص 3 إكس زائد 4، ولقينا أنها تنعدم. إذا أولا نكتب هنا إكس، شفنا أن مجموعة التعريف هي ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. قلنا أن جي دي إكس تنعدم عند الصفر، إذا x تاعي ينعدم عند الصفر هكذا، يعني ندرس إشارة الجداء. إذا x أقل من ناقص ما نهاية صفر x يكون ناقص سالب، ومن صفر زائد ما نهاية يكون موجب. حبيت ندرس إشارة جي لي x. ثم عندي الثلاثي الآخر اللي هو x مربع ناقص 3 x زائد 4، قلت أنه دائما موجب، إشارته من إشارة a اللي هي 1، إذا دائما موجد ولا ينعدم. ثم أخيرا هنا نكتب إشارة جي لي إكس، إذا راح تكون الجداء ناقص في زائد، تخرج لي ناقص، هنا يكون ينعدم جي لي إكس تاعي، ثم زائد في زائد زائد، إذا هذه هي إشارة جي لي إكس تاعي. إذا نفرق عليهم هكذا بسطر. إذا ما هي إشارة جي لي إكس؟ إشارة جي لي إكس تاعي إذا تكون، إذا جي لي إكس أقل تماما من الصفر على المجال، ما هو المجال؟ من ناقص ما نهاية صفر، مجال مفتوح، لأنني راح أخصص متى تكون تساوي الصفر. إذا تساوي الصفر لما x يساوي الصفر. أخيرا جي لي x تاعي أكبر تماما من الصفر على المجال، ما هو المجال؟ من مجال من صفر زائد ما النهاية. إذا هذه هي إشارة جي دي إكس. نتابع، شوفوا معايا، يقول استنتج وضعية سي جي بالنسبة لمحور الفواصل. إحنا نعرفوا أن وضعية، باش ندرس وضعية أي منحنى بالنسبة للمستقيم دلتا، ندرس دائما، شفناها في الدروس، ندرس إشارة الفرق. الفرق ماذا؟ فرق جي لي إكس، هكذا اللي شفناه في الدرس، ناقص إيكغيك. طبعا هنا إيكغيك تاعنا ماذا يساوي؟ محور الفواصل معادلته إيكغيك يساوي صفر. إذا راح ندرس إشارة، إذا نفسها ندرس إشارة، نمشي لكم خطوة بخطوة. إذا إشارة الفرق التالي، نعوض جي لي إكس ناقص صفر وهو يساوي جي لي إكس، ولكن جي دي إكس درسنا الإشارة تاعو. إذا إحنا شفناه أنه يكون على المجال ناقص ما النهاية صفر، هنا الفرق، إذا جي دي إكس سالب، ومن صفر زائد ما النهاية موجب.
إذا بالتالي نستنتج الوضعية راح تكون هنا، راح يكون ندير لكم جدول. إذا انتبهوا، قلنا من ناقص ما نهاية إلى صفر جي دي إكس تكون سالبة، ومن صفر زائد ما نهاية تكون موجبة. إذا قلنا أن دراسة الفرق جي دي إكس ناقص صفر اللي هو جي دي إكس هو نفسها. إذا كيف يكون المنحنى تاعي؟ هنا سي جي يكون تحت المستقيم أو محور الفواصل، تحت محور الفواصل. أما هنا عند الصفر سي جي، نقول سي جي يقطع محور الفواصل. طبعا هذا للاستعانة فقط، ونكتب الحل. أما هنا على صفر زائد ما نهاية نقول سي جي يقع فوق محور الفواصل، وهذه الوضعية راح تساعدنا كثيرا لإنشاء المنحنى. إذا نكتب الحل، هذا فقط جدول استعانة. إذا نكتب الحل، إذا هذا هو الحل النموذجي. نكتب لما x ينتمي لنقص ما نهاية صفر سي جي يقع تحت محور الفواصل x x فتحة، لما x يساوي صفر سي جي يقطع محور الفواصل في النقطة صفر صفر اللي هي المبدأ، لما x ينتمي إلى صفر زائد ما نهاية سي جي يقع فوق محور الفواصل x x فتحة. نجي لآخر سؤال وهو رسم المنحنى. شوفوا معايا، إذا شوفوا معايا، لرسم المنحنى دائما نستعمل جدول التغيرات والمستقيمات المقاربة والوضعية. طبعا نستعمل وضعية سي جي بالنسبة لمحور الفواصل. شوفوا معايا، عندي من ناقص ما لا نهاية المنحنى كيف يجي؟ راح يجي من ناقص ما لا نهاية تاع إكس، من إيكغيك يساوي إكس، يجي من ناقص ما لا نهاية يجي يطلع كذا إلى غاية زائد ما لا نهاية. ما ننساش أنه يمر من المبدأ، عندي عند الصفر هنا ينعدم، هنا عندي يمر من المبدأ، وما ننساش أنها يمر من نقطة الانعطاف اللي هي 1 2. إذا يمر من نقطة الانعطاف 1 2. إذا ننشئ نقطة 0 0 1 2. شوفوا معايا في معلم متعامد متجانس، نرسم هكذا معلم متعامد متجانس. قلنا أنه يمر من المبدأ هكذا، ثم عندي النقطة نقطة الانعطاف 1 2 واحد اثنين، تجي هنا، هنا وين يغير المنحنى المنحى تاعو. شوفوا معايا، إذا يجي من إكس من إيكغيك يساوي صفر، يعني المنحنى تاعي يجي من إيكغيك، يعني جي لي إكس من ناقص ما نهاية، يجي من ناقص ما نهاية يمر من صفر صفر، ثم يجي يطلع إلى غاية النقطة هذه، ثم يغير المسار تاعو. شوفوا معايا كيف راح نرسمه لكم. إذا تبعوا معايا، يجي من ناقص ما نهاية هكذا، إذا يتزايد منحنى تاعي، يمر من صفر صفر ثم هكذا عند النقطة هذه. شوفوا معايا كيفاه يغير المنحى تاعو هكذا، لأن هنا عندي مركز تناظر. أتمنى فقط أن يكون واضح. إذا هذا هو المنحنى سي جي تاعنا. إذا بهذا أكتفي بهذا القدر لكي أقول لكم إن شاء الله إلى الفيديوهات القادمة مع متابعة الجزء الثاني. بالتوفيق للجميع، في انتظار تعليقاتكم وأسئلتكم، والضغط على الجرس ليصلكم ما هو كل جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.